احنا معانا على التليفون المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. اهلا بيك يا سياده المستشار، وبنهنيك وبنهني طبعا لاعبتنا النهارده بالاداء، ولكن طبعا النتيجه قدر الله ما شاء فعل، لكن الاولاد ادوا اللي عليهم في ظل الظروف اللي كانوا بيعيشوها من راحه ورجعوا، وفي بعض اللعيبه ما كانتش على المستوى البدني المطلوب نظرا للراحه اللي كانوا واخدينها بعد نهايه الدوري العام. ومليون مبروك يا ريس على الدوري العام وعلى الكاس وعلى البطولات القادمه ان شاء الله. كده استاذ طارق، وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا ريس، عيد ميلادك 67 67 مش كده؟ لا 61 60 61 طيب انت دلوقتي 61 سنه بالظبط؟ النهارده 61 بالظبط. اول حاجه هحاسبك، اول حاجه هحاسبك ايوه الاعلان الغير مدفوع الاجر اللي اتعمل لي. اللي اتعمل لحضرتك؟ اتعمل لك انت. ليه يا سياده المستشار؟ ما انا لعيب برضه في نادي الزمالك. لا انت راجل مذيع. والله هم فاجئوني، والله انا ما طلبت. اسمع بقول لك، ما حدش بيفاجئ حد. اتفضل. ما حدش بيفاجئ حد. انت يا طارق كنت مرتب والسبع والله والله ما كنت مرتب، والله ما كنت مرتب. مساء الخير يا كابتن احمد عبد الحليم. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء الخير يا كابتن محمد صبري. مساء الخير يا سياده المستشار. يا كابتن عبد الحليم علي. مساء الخير يا فندم. كابتن حماده عبد اللطيف. كابتن حماده عبد اللطيف. اهلا بحضرتك. اول حاجه احنا بس عايزين نقفل الصفحه بتاعت الماتش ده. صح. خلصت خلاص. دي مباراه ما كانش ينفع الزمالك يهرب وما يروحش. زي ما غزه كان بيعمل. احنا طالعين من موسم شاق جدا جدا. زي ما انت شايف الوش كان بيفتتح محل، وده مش عارف كان بيشتري ارض، الولاد كلهم كانوا في مكان، كل واحد في مكانه. صح. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم نبارك لنادي الهلال الصوت. ونبارك للشعب الصوت. لانه كان يستحق بصرف النظر عن ضربات الجزاء. هو كان اكثر استعدادا، لياقته البدنيه اكثر. صح. سيبك من ثمن هنا والثمن هنا، ده فيهم واحد اسمه ده جوميز ده طلع رحمه. ماريجا اللي طلع، برافو عليك. مين وبتاع مين ده؟ في واحد شكل باترسون 17 رقم 17. غيروا الراجل. انا كنت خايف ياكل الشبالك. ياكل الواد فتوح. ايه الكتم ما شاء الله؟ ايه ده؟ صح. نيجيري ده مش كده؟ ده مالي. نيجيري صح؟ لا مالي، من مالي. من مالي. ده بيلعب منتخب مالي صح؟ منتخب مالي فعلا. لا 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 ما شاء الله ما شاء الله. صحيح. ده كويس ان اللي قتلوا اسلام. مش يتعادلوا في صحيح المباراه. ف لكن يعني لازم كل التهنئه للرئيس نادي الهلال السعودي وجمهور الهلال والشعب السعودي اللي كان مشجع بادب واحترام، ما خرجوش عن النص الاحمر. الشكر والتقدير لجماهيرنا المحترمه اللي كانت حاضره الماتش. صحيح. ايه الرقي ده اللي العالم شاف جماهير الزمالك او مصر، عشان في ناس كده مش لازم نتكلم من تيمي الزمالك، لان موجودين شيء راقي ومحترم ومفيش غلطه. التزام التزام. شوف كل الاحترام للحكام والحكم القطري. عبد الرحمن اسمه على ما اعتقد. عبد الرحمن الجاسم. بالظبط كده. يعني لا تكشيت شفنا الواد ابراهيم نور الدين، واخد بالك، ولا عنجهيه مش عارف الواد اسمه مين. حاجة راقية وسلاسة وبيبتسم، لا بيضرب عيل نفسية ولا بيشد واحد من رقبته ولا الفيلم يعني اللي شفناه كله. واعتقد ما كانش عنده ولا غلطة تقريبا الا يمكن لما عاد ضربة الجزاء. لا ثانية واحدة، ضربة الجزاء الثانية اللي هو شاطها اللاعب الهلالي نفس الجون برضه اتحرك، يعني طلع من الجون واتحرك. انا قلت كده، انا قلت ان في شك كبير جدا في ان حارس مرمى الهلال السعودي اتحرك قبل الكوره فعلا اللي صدها. في النهايه في النهايه مبروك لاولادنا وفريق السعوديه، حاجه محترمه متحضره. كل الشكر لدوله قطر على التنظيم الرائع المحترم، على حسن استقبال ولادنا. مش ولادنا احمد وامين، لا ولادنا من ابدا بالديله لاعب بتاع حمله الملابس لغايه بريره. مظبوط. له بحث الاستقبال، رئيس الاتحاد القطري راح ضربهم في الملعب، الفنادق على التعامل على اعلى مستوى، ويقول لك ايه مش انت كده كنت بتقول قطر؟ يا جماعه تاني بقول اهو، هو حضرتك بتقدم لي خطوه ولا ادب واحترام
ده انا هقدم لك 10. صح، هي دي الاصول طبعا. ده انا اجري لك اقول لك جرين. تمام. ليه؟ لانه اول حاجه سياده الرئيس لما عمل مصالحه في مؤتمر العلي اللي كان فيه السعوديه والكويت والبحرين وقطر ومصر حضرت. تمام. صحيح. انا قلت انا مش مع المصالحه، لكن لما شفته النهارده وامبارح واول امبارح من حسن الاستقبال. ما هو الاستقبال ده منين؟ من الحكومه، من الدوله، من الشعب اللي هو زي ما قلت امبارح الفنادق بتوع الفنادق بتوع الصيدليات المطار، كل دول معهم قطريين طبعا. تمام. فانا بشكرهم جدا جدا. واللي الناس ما تعرفوش ان انا فوجئت من حوالي شهر فات احمد براده بيكلمني اللي هو النجم العالمي بتاع الكواشي احمد براده. بيقول لي في حد عايز يكلمك بس محرج. قلت له دهولي. فلقيت راجل مؤدب بيقول لي سياده المستشار انا سفير قطر في مصر. وانا زملكاوي مرتضى. لا والله. طبعا بلغت الجهات المسؤوله عشان يقول لك مرتضى هلا محلينا ولا حاجه. المهم يعني لقيت راجل كلمة فيها الادب والاحترام. وفي نفس الوقت كل الفئه المطلوبه للاعلاميين والبعثه فورا كان بيطلعها بصراحه. حاجه راقيه ومحترمه. فانا عايز اقول احنا ما خسرناش حاجه، لكن ده درس بقى للاتحاد المصري ورابطه الانديه. انا سامعك وانت بتقول نيمار وحسام اقصى حد لعب قدامهم 1000 واحد او 1000 بالظبط. لازم يا جماعه انا عندي بلد امن وامان وعندي وزير داخليه ذكر وعندي شرطه محترمه. من فضلكم رجعوا الجماهير بساعة في الاستاد كله. احنا شعب متحضر وجماهير متحضرة. واللي يغلط يتعاقب. يا باشا ما يخشش النادي، ما يخشش الاستاد تاني، او حضرتك بكل بساطة احرم ناديه مثلا ماتش او ماتشين من الجماهير. لا وخاصة يا سيادة المستشار ان خاصة ان التذكرة النهاردة بقت بالبطاقة بالرقم القومي، فبتبقى عارف مكانك، بتبقى انت معروف مين. بالظبط. وانت مين؟ بالظبط. انا برضو النهارده الدرس اللي يعني شو انت بتقول ايه بقى؟ الولاد اول مره يعني السيد نيمار ده وحش ما شاء الله طبعا، وحسام عبد المجيد ويوسف اسامه نبيل قدام 80,000 حاجه طبعا مرعبه. طبعا يعني حاجه مرعبه، وخاصه 80,000 مش تلعب في بلدك، انت بتلعب في بلد ثانيه. ده جمهورك موجود، بس جمهورك في قد جمهور برضه موجود من الاخوه السعوديه. صحيح. تمام. فلازم المدرجات تتفتح. يا ريت يا ريت. سواء على المستوى الفردي واحد من الجمهور او على مستوى الانديه لو لقيت حاجه جماعيه. يعني لو مثلا لقيت سباب جماعي او عنف جماعي. تمام. بايدك امنع النادي ده يخش له جمهور ماتش او اثنين وثلاثه. صح. عشان يبقى في التزام. لكن انك انت تقول 1000 تستدفي بياخد 100,000 ولادنا يروحوا يلعبوا في استاد فيه 80,000 كان صعب جدا يعني. طبعا الحمد لله ولادنا شفنا النهارده ابراهيم وشفنا زكريا الوردي وحظهم اول ما نزلوا كل واحد خد الصدار، لانهم وده وضع طبيعي نازلين متحمسين عايزين يثبتوا نفسهم، دول من احسن اللعيبه في الفرقه. لا انا شفت ان نضاي النهارده برغم الفتره قصيره انما هو لعيب مبشر ولعيب جامد جدا وعنده سرعات وعنده مهاره وعنده جراه كمان. هو وزكريا ما اتمرنوش الا مران واحد. بالظبط. الولاد ما لحقوش يعرفوا اسماء بعض. فانا بشكر فريقي، بشكر مستر زريرا، بشكر حبيب مرتضى، بشكر احمد مرتضى رئيس البعثه اللي كان عامل انضباط شديد جدا جدا جدا. احنا شفنا مشهد حضاري جدا جدا. لكن بقول لمدحت شلبي لما بتتجاهل رئيس بعثة نادي الزمالك اللي هو بيمثل مصر، انت كده بقيت جدع وانت بتعمل المراسم. المراسم كل الناس، شاب جميل واقف على المنصة بيشرف كناس مجلس النواب وقعدوا مجلس إدارة، ما سمعناش غلطة واحدة حصلت من البعثة لأن هو عامل لهم انضباط ولا غلطة فريق لأن أمير عامل انضباط. بتتجاهله ليه؟ على فكرة
انا عايز اقول لك انت راجل خيبان والله العظيم. وطبعا لما توصل 92 سنه تبقى خيبان قوي 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 قوي. وانا قلت لاخونا سيف والاخ يونس والاستاذ سيف اللي هو لغايه دلوقتي مسؤولين عن القناه سيف الوزيري، قلت له استفاد ايه؟ يعني ده راجل بيمثل مصر وشيك ومحترم ومؤدب تمام؟ بتتجاهله. طيب احنا نشوف بقى، ما احنا عندنا بقى مدحت على شوبير على الاشكال دي. المهم انا بطمن جمهور نادي الزمالك انه اقوى صفقات في تاريخ النادي من ساعه ما جيت ان شاء الله هي صفقات المسلمين. مفيش حاجه تانية ظهرت تانية يا سياده المستشار؟ نعم. مفيش صفقه تانية ظهرت يعني في الافق كده او خلصت يعني لسه؟ تقريبا خلص. بس احنا بص دلوقتي احنا في مرحله الانديه. وخلصنا الاتفاق على الفلوس. كل نادي هياخد كام وكل لاعب هياخد كام. تمام. كل اللعيبه اللي في السوق تاني، كل اللعيبه اللي في السوق اللي كل الناس بتتكلم عليها. طبعا ادام الناس بتتكلم عليها يبقى في غيرها بيتكلم عليها. طبعا. تمام. الحمد لله احنا اتفقنا معاهم، اتفقنا مع انديتهم، وبنتكلم دلوقتي في المبالغ. المرحلة الأخيرة يعني. نعم؟ في المراحل الأخيرة يعني خلاص. باشا بنخلص بنصفي خلاص كده بنصفي. تمام. الحمد لله يعني على يوم الاثنين إن شاء الله هنعلن الأسماء. العيال بقى بتقعد تقول لك فنكوش ومنكوش ومنكوش. احترم نفسك يا أنت هو يالك. ده بعد بكرة، يعني يوم الاثنين بعد بكرة خلاص يعني. احترم نفسك يا أنت ثانية، احترم نفسك يا أنت هو يالك. لحد هيجبرني أشغل مين في القناة؟ أنا رئيس مجلس الإدارة. واللي بيغلط في بلدي بيتحاسب. مش واحد يقول لك اصل انتقدك فانت مشيته، لا. لانه قال بحترم واقدر العيال الخونه اللي قلت اسمائهم. الواد اللي اسمه ضفت الطين علاء صادق، والواد الكلب اللي اسمه وهجر صادق، والكلب اللي اسمه عبد الله الشريف. خلاص؟ البنت الهربانه في كندا السافله المجرمه الواطيه. تمام؟ لما يطلع مذيع في قناه الزمالك بعد ما خلصنا خلاص وبيقفل يقول كل الاحترام والتقدير ليهم، اللي ما سمعش انا بسمعهم. ده واحد. اثنين، اذا كنت انا ما بتدخلش مع بريرا يلعب مين ومشي مين. هو مش بريرا احيانا بيعمل تشكيل غلط وهو بيطلع بيقول انا عملت غلط ولا ما بيقولش؟ بيقول طبعا. بيقولش كتير، بيقول لك انا غلطت هنا وغلطت هنا. هل انا اقدر اقول له انت غلطت؟ لا. لكن هو لما يطلع يقول انا غلطت في فلان ده، لما نزلت فلان ونزلت فلان، يبقى انا رئيس النادي تقول لي اوعى تتدخل. وانت عايز تتدخل؟ انا مش فاهم بصراحه كابتن طارق يعني ما هو اللي ضيع نادي الزمالك التسع سنين بتوع الاخ ممدوح عباس ان هو اللي كان بيعمل التشكيل. خلي بالك، هو اللي كان بيعمل التشكيل وهو عامل مصيبه هعلن عنها يوم الاثنين. يعني هو عامل مصيبه وكارثه هعلن عنها يوم الاثنين ان شاء الله. تاني عشان الناس، واقول عشان الجمهور العظيم اللي عايز يرفع عليه قضايا هقول لكم عنوانه وعنوان ابنه الواد ايمن. عشان عايز يرفع عليه قضايا عامل كارثه في النادي. تمام؟ انما احنا متحملين وبنتصرف وان شاء الله باذن الله كل اللعيبه في كل المراكز بدءا من الجول. بعدين اليمين، الشمال، الاجنحه، المساكين، المهاجمين، معمول صفقات على اعلى مستوى. جميل. تمام؟ جمهور العظيم يهدى. انت ليك عندي الآن صفقات وبطولات. صح. واديك شفت النهارده. ولادنا الصغيرين، يعني اسامه ده لسه صغير وسيد، ونيمار لسه صغير، والواد اسامه عبد المجيد لسه صغير. وفي اثنين حراس شباب كمان صغارين، سيد عطيه والنديم. لا لا بتكلم عن اللعب كمان. اللعب. وبعدين عندك اثنين جداد لسه ما لمسوش الكوره، يعني لسه على الزيرو. يعني النهارده نص الفريق تمام يا شباب يا جايين من الطياره على من الضهر زي ما قلت الضهر من النار. بالظبط. بحيي الفريق بشكره، وزي ما قلت لهم او والله كويسين المليون دولار دول او حلوين حوالي 19 مليون كده حلوين. بقول للواد اللي اتريق يقول لك ايه لما انا قلت على فكره انا هاخد الجائزه بتاع الفريق الاول والثاني، خلي بالك
فبيقول لي طب والثالث؟ قلت له الثالث مش بتاعنا، احنا مش بتوع الثالث دلوقتي، احنا بتوع الاول. والنهارده على فكره لو الجون بتاع وده اللي اتصاب انت هتكسب، تمام؟ صحيح. لكن هو ربنا شاء ان يفوز نادي الهلال، لان هو كان بيقول هو الاجهز، هو الاجهز بدنيا. مش عارف انا بتكلم كده في الكوره صح ولا لا؟ طبعا. لا تمام. هو الاجهز، بقاله ثلاث ماتشات بيلعبوا دوري، تمام؟ وبعدين خد فتره راحه واستشهد عنده مدرب من اعظم المدربين في الدنيا كلها. الراجل المدرب ده اللي جه وقعد شويه مدرب ومشي. رامون دياز. رجل طبعا. لا واحنا في 2018 سياده المستشار لما كنا جاهزين كسدنا الهلال في السعوديه، وحضرتك كنت موجود اعتقد في الـ في الـ في السوبر المصري السعودي. بص وهنكسب الهلال تاني باذن الله. اه لما يكون عندك فريق تمام واقف على رجله زي الهلال كده. بالظبط بالظبط. بصرف النظر عن الوحوش اللي احنا شفناها النهارده. عارف الوحوش دي كلها مش قادر ثقه في لعبتنا، ان برغم ان الوحوش دول كلهم يعني بيقول لك ايه الهلال هيغلب خمسه. ايه بصراحه اول ما شفت العيال قلت يا نهار ابيض، يا رب سلم النهارده، سلم ده لا سلم بجاء النهارده يا رب. لا بالذات ماريجا ده، ماريجا ده ب 17 ده حاجه ما شاء الله. في مواد رقبته. ما هو ماريجا ده يا باشا رقبته يعني ايه ادخل رقبته ادخل بالواد امام عاشور رقبته. زيزو كان ايه ده؟ لا صحيح. قمت تتعادل معاهم صح، وتلعب ضربات جزاء وكره للحكم. طبعا الحكم كان ممتاز جدا يعني اللي عيدها، بالرغم ان كان في كره ثانيه اختها بالظبط. لو كانت الكره دي اللي اتصدت دي ما اتحسبتش، لكن هو ربنا عايز كده الحمد لله. عندنا مكاسب كثيره. تيجي ثاني مره اولادنا يروحوا يلعبوا في قطر. اول مره كان السوبر المصري كان احنا اعتقد بنلعب مع الرجاء المغربي صح كده انا اتذكر. ترجي. ترجي يا فندم. ترجي. ترجي ولا 2000 واحنا كنا الترجي السوبر الافريقي يا فندم. ترجي فبراير 20 اعتقد 2020 شهر فبراير مش كده؟ ان شاء الله. كان في فبراير اعتقد. ترجي كسبنا 3-1 احنا يا فندم. 3-1 وبعدين كسبنا الاهلي برضه في السوبر سوبر المصري المصري في ال ال في الامارات اعتقد في الامارات. كسبنا ضربات الجزاء. فجمهور الزمالك افرح بفريقك اللي هو ربع فريق لغايه دلوقتي. ليه؟ لان في ثانيه ما قد كده عندك 8 صفقات جايين مع دول في منتهى القوه. 8 مع الثلاثة. أنا أعتبر زيزو صفقة جديدة ورؤى صفقة جديدة الحقيقة تحسب لحضرتك ومجلسك، لأن زيزو كان خلاص طار يعني زي ما كانوا بيقولوا الناس يعني. كابتن طارق زيزو قال لك ده راح الريان. بتقعد هوا راح هوا 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 على طول. وبعدين لما كسبوا الوقت مضى قال لك أصل واخد 25 مليون في السنة. زيزو 15 مليون. والله العظيم حاجه قله ادب وكفايه قله ادب. وبعدوا عن نادي الزمالك حضرتك مش لاعب النادي. وبقول لبعض الناس اللي هم محسوبين على بيبي يا لبيب، على الواد الساقط اللي اسمه سليمان ده اللي اشترى نادي شاف جاب فلوس منين، على الواد اللي اسمه هاني شكري اللي ساقط برضه، كلهم ساقطين ما شاء الله يعني، تمام؟ على طبعا ممدوح اللي عامل كارثه كارثه ناس هتعرفها يوم الاثنين او الثلاثه كتير، تمام؟ دول اللي عاملين نفسهم زملكاويه. يعني واحد بعد الماتش النهارده بعت لي يقول لي خربت النادي، خربت النادي. يعني انا النهارده جبت لك 19 مليون جنيه. ولادنا دول اللي لسه جايين حلوين. ولما انا قلت هناخد جائزه المركز الاول والثاني يقول لك احنا بنشحت، لا ده شوبير اللي بيشحت مش انا. ثاني قلت بقول اهو الماتش يا راجل ده انا عامل فيديو انتوا صوره انا اللي بتكلم بقول فيه ان السيد تركي الشيخ كلمني يوم الماتش بتاع الهلال لما كنا في السعوديه كلمني الصوت قال لي ما تزعلوش عشان فريق الهلال ده فريق جامد ومعاه جوميدو وجوميدو وبتاع وهيغلبنا، تمام؟ قال لك ايه؟ ده مرتضى قال لترك اي اللي تبع خليهم يغلبونا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انت فين يا كرم يا جبر؟
ما تفوق بقى شويه وتصحى. هو ده اعلام؟ يا صفحتي مش تبع حضرتك، قنواتي مش تبع حضرتك. هو في ايه حضرتك؟ ما تقول لي يا حضرتك في ايه؟ انا هقول لتركو النادي خلي هيغلبونا، ولا الراجل بيقول لي خلي بالك ما تزعلش؟ عندك ماتش بعد كده مع اتحاد جده، الهلال فريق قوي، فلما تتغلبوا بيهزر طبعا معايا. دايما انا كنت بهزر بقول عايز جده الاولى والثانيه، قال لك بتشحن. طيب يا استاذ يا اللي زعلان قوي، هو مش نادي الريس؟ لا امبارح اقسم بالله العظيم امبارح كان بيفتتح اللجنه القريه الاولمبيه، القريه الاولمبيه قناه السويس اعتقد. قال انه بنشكر دول الخليج المحترمه، بنشكر دول الخليج المحترمه اللي وقفت مع مصر ودعمت مصر ماليا ومعنويا. كده احنا بنشهد؟ لا طبعا. ما احنا عندنا المدرسين بتوعنا في الكويت والسعوديه والاوضاع بتوعنا في البحرين والامارات، هو في ايه يا جماعه؟ والمدرسين، هي دي مصر يا جماعه. حضرتك ده العالم العربي كله، انت محتاج حاجه انا بقف معاك بستندك. وحضرتك اللي بتقل ادبك مش عارف ان جلاله الملك فيصل رحمه الله عليه في 73 اشترى الطيارات اللي احنا ضربنا بيها اسرائيل على حسابه. ده عيل قليل الادب 012 11 3 8 200 8. ده ما لقيتش النادي الزمالك بقاله دلوقتي من ساعه ما ابتديت اتكلم 012. يا جمهور الزمالك بقى اشتغلوا معاه 012 11 3 8 200 8. دي ما في نادي الزمالك ونادي ده ونادي ده جزم يعني اللي فات. وانا مش عايز ارد بس بسيط جدا، مش هنزل لمستوى الحقير ده، بس يا جمهور الزمالك التليفون اهو 012 11 3 8 2 0 08 اهو. جمهور الزمالك اتعاملوا معاه، عرفوني ان نادي الزمالك نادي عظيم مش نادي حقير زي ما هو كان. نادي عظيم مش نادي حقير زي ما هو كان. طبعا ده استحاله يكون زملكاوي. استحاله يكون زملكاوي. لا طبعا استحاله يكون زملكاوي طبعا. قليل الادب محتاج يتربى. وانا بص يا ولد، انا صورت لك رسايلك قدام المستشارين الخروج بتوع النادي اهو، صورتهم لك بتليفونك تمام؟ بلاغ الصبح لمعالي النائب العام اهو. اتفضل اهو يا ماشي. اسمه مصطفى الجوهري يا استاذ المستشار تمام. الصبح على النائب العام المحترم ونشوف السفاله. استحاله يكون زملكاوي تاني، استحاله يكون زملكاوي. انت ايه الادب؟ ومش عارف اي عيل ايه الادب واطي وخدته تليفونه؟ وجزمتها بيقول لك جزمتها. لا انا خلاص يا ابني صورت خلاص، انت براحتك بقى. بيمسح دلوقتي، بتمسح لانك جبان وابوك ما عرفش يربيك. امسح بقى براحتك، امسح براحتك خلاص خلاص صورت. امسح براحتك يعني عشان تعرف انك جبان وتافه. ها المهم بطمن جماهير الزمالك المحترمه، حيوا فريقكم بجد وحيوا المدير الفني، انه في الظروف اللي احنا فيها دي يعني. احنا اولادنا مسافرين يوم الاربعاء، لعبوا النهارده الجمعه برضه، ما تنسوش ان السفر وارهاق السفر يعني 24 ساعه راح بس. ان شاء الله موسم باذن الله ان شاء الله ناخد فيه الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عندنا ماتش مهم جدا مع في الكاميرون يوم اعتقد 18 بطل تشاد. يوم 18 يا فندم. وعندنا بعديها هنا 25 مع نفس الفريق عشان نوصل دور ال 16 ونخش في الجد. عندنا السوبر بقى اللي هو المصري في السعوديه في الامارات. الامارات هيكون يوم 21 اكتوبر. فرحوا فريقكم، فرحوا مدير الفني بتاعكم، واحنا ما خسرناش حاجه اكيد طبعا. الناس كلها، العالم كله اتفرج على لعيبه الزمالك، والناس كلها اتفرجت على جمهور الزمالك والجمهور المصري العظيم، والناس كلها اتفرجت على ولادنا التحضر بتاعهم، ما فيش مشكله واحده. صحيح. لما اتعمل لهم ممر شرفي كلهم عدوا منه، كلهم عدوا منه الممر الشرفي اللي كان عاملينه فريق الهلال. بشكر فريق الهلال على الاحترام لفريق الزمالك، و
كملوا بقى اتكلم في اي حاجه ثانيه من هذا الماتش ده، يعني عايزين نتكلم في ماتش كذا نعمل ايه؟ ان شاء الله يعني كذا فين؟ ممكن تكون ايه الصفقات اللي جت؟ ما الصفقات اللي جت دي حضرتك اللي هتقول مش احنا. الصفقات اللي هتيجي دي حضرتك اللي هتقول، اللي جت ماشي اتكلمنا فيها، اتكلمنا في نضاي. ايه كده اعمل اولا انا عايز بس رقم القناه يا جماعه يبقى ينزل على الشاشه عشان نعرف نتواصل مع اي حد من الجمهور عايز يعمل تواصل معاه. ان شاء الله باذن الله يمكن نتكلم تسير دلوقتي يوم الاحد بالكثير، الاستاذ بشير والاستاذ ايهاب المديرين التنفيذيين للقناه هيستلموا القناه ويبتدوا يوزعوا جداول من اول وجديد، وان شاء الله ربنا يوفقكم انتوا اعلى نسبه مشاهد اعلى نسبه مشاهد. الحمد لله بفضل الله ان شاء الله. الحمد لله. الختام بقول للكابتن ابو رجيله كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم. مين تاني عندكم عيد ميلاد النهارده؟ ايمن منصور يا فندم. ايمن منصور كل سنه وطيب. وطارق يحيى كابتن طارق عمل اعلان يا فندم. مين؟ وطارق يحيى طارق عمل اعلان. لا هيدفع ثمنه. وحبيبي محمد مولود يوم 9/9 ابن اميره. ما شاء الله. لا والله طب يعني ده العظماء كلهم في شهر 9. كام دلوقتي؟ واحمد مرتضى 10/9. ده انا في نفس اليوم بتاعي احمد مرتضى انا عارف. بساطه اعملوا لنا يا جماعه احتفاليه لاحمد مرتضى يا جماعه، ده يعني راجل رئيس البعثه. بكره بقى الاحتفاليه بكره. ودلوقتي ماشي تقول لي اتعملت دعايه لاحمد ولحفيدك. لا 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 هتدفع كام يا فندم؟ انت رئيس النادي ورئيس القناه ما ينفعش. يا باشا يا جمهور الزمالك انبسط وافرح بفريقك ان شاء الله اللي موجود والمدير الفني بتاعك واللي جاي اقوى من 100 مره باللي مشوا. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. طيب يا كابتن طارق. وانت طيب يا فندم ما تحرمش من حضرتك. ابو رجيله كل سنه طيب يا كابتن ايمن، وكل سنه طيب يا محمد هشام، كل سنه وانت طيب يا احمد، بس بكره ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا مستشار مطر منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك.